لا نستطيع أن نقضي على التشدد والتطرف إلا إذا واجهنا التسيب بنفس القوة والحسب. ولذلك لما جينا نعمل الخط الحاجة التانية الصحيح النقطة التانية في الإلحاد لا معايا الوزير أنا عاوزين نركز برضو على نقطة فعلا التسيب لأن أنا بشوف أن التسيب فعلا عامل من عوامل خروج الأولاد والخروج لأن العملية يعني ما عادش فيها التزام بشيء معين. عشان كده فضيلتك ايه بقى هنيجي في حضرتك اشرت اليه هاخد كام عناوين كده بسرعه وهنترك لحضرتكم التفاصيل. اللي انا المقال اللي بكتبه بتديني على نقطه مهمه صحيح الالحاد لو شكل ظاهره لكن في عناصر موجوده انا شبهها كده عناصر اذا جاز تجوزا فيسبوكيه او الكترونيه بتتضخم وحتى ربما بتدعم كما يدعم الارهاب ايضا. وخليت المقال تحت عنوان الالحاد الممول وقلت ان الالحاد في عالمنا العربي ليس الحادا عفويا ولا علاقه له بحريه المعتقد بل هو الحاد متسمي بقى الحاد مسيس الحاد موجه الحاد ممول لان هناك من يريد اسقاط ممول. خليه ممول لان هناك من يريد ان يعبث بامن هذا المجتمع الفكري اذا اما يصطادوا في جهه التطرف واما يصطادوا في جهه التسيب والعلم اصطياد الشباب في جهه التسيب اسهل 100 مره من اصطياده في جهه التطرف لان عشان انت تقنع واحد ان يفجر نفسه ويقوم بعمليه تفجيريه يعني يخاف يتكلم في مواجهه الالحاد او مواجهه التسيب او مواجهه الشذوذ او الانحراف وكان اللي بيتكلم عن هذه القضايا كانه في اتجاه المتشددين مع ان الوسطيه اللي بنتبناها الازهر الشريف والاوقاف واللجنه انا دايما باكد وقلت بوضوح إن أفكار الإلحاديين وأفكار المتسيبين والمنحلين والشواذ قنابل موقوتة في المجتمع كقنابل المتطرفين والإرهابيين سواء بسواء ولا يمكن لا يمكن على الإطلاق أن نقضي على الفكر المتطرف والإرهابي إلا إذا واجهنا بنفس القوة والحسم والمنطق التسيب والانحراف بل ان اكاد اقول اللي بيستخدم الاثنين اللي بيغذي التطرف هو اللي بيغذي التسيب لان هو الهدف يعني تفريغ المجتمع من القيم الايمانيه فاذا وجد في الشخص ميلا الى الحماس وحماس الشباب حاول ان ياخذه الى التطرف والارهاب والتشدد في الوقت اللي كل المؤسسات الفكريه والثقافيه والتربويه والمجتمعيه جندت انفسها لمواجهه التطرف والارهاب وجد أعدائنا ربما قلت دي فرصة محدش مهتم بمواجهة التسيب فيشتغل على هذا الجانب وأنا بقول إن يعني لا توجد ظاهرة صحيح وهنتكلم عن ده لا تشكل ظاهرة لكن مخاطر الإلحاد مخاطر الإلحاد لا تقل عن مخاطر التطرف لأن الملحد إنسان لا دين له ولا ضمير له.